عسلامة. باش نملحو شوية خضرة اليوم عنا كرومب، عنا بسباس، فلفل. نكملو البسباس، نعبيو الماء، نحطو سنة ثوم، دو ترونش قارص، شوية رند تحبو أخضر وإلا شاية، شوية مفيح بسبيس و شوية جوجلين، شوية كليل بلوتو زعتر، وشوية كليل. توا نحطو مغرفة زيت من فوق باش ما يعمل لناش هيك الدورة البيضة، ومغرفة خل. نحطو الملح متاعنا، كل واحد كيفاه يحب، فما شكون يحبها مالحة برشا فما شكون لا. نزيدوها شوية ماء، نسكرو الحكا متاعنا. هذا البسباس متاعنا خضر طوا، باش نعملو الكرومب طوا. طبعا نكملو نملحو البروكلي متاعنا، نحطوه في الحكة. بالنسبة للبروكلي قلت اللي يحبو يطيب في ساعة ينجم يغلي الماء ثلاثة مرات، يغلي الماء كل مرة يحط فيها البروكلي دريج هكاكا ويخرجو، يعاود يحط الماء يغلي كالعادة ثلاثة مرات. نجمو نعملوها زادا للسفنالية واللفت. نحطو الماء، دو ترونش قارص، ثوم، بقارن، خبزة، اللي هو فيها البسباس وشوية جلجلين، شوية كليل، شوية زعتر، وشوية زيت. غير فخل، ملح. فما شكون يملح الماء الاول ومن بعد يحط فيه. سكروا دبدة بالقدا ونزيدو شوية ماء، سكرها بالقدا، هذا البروكلي متاعنا. توا باش نتعداو للسفناريا،
سواء الفانيليا كيف العادة، نحطو الفانيليا نتاعنا في الحكة، ديما من المستحسن نملحو في حكوك بلار خير. الحكوك معقمين، توا نعمل لكم فيديو كيف تعقموا الحكوك نتاعكم. قلنا السفناريا نجمو نعملوها كيما البروكلي بالماء سخون، ما يغلي 3 مرات. قارص ثوم ورقة الراند شوية زيت هذه السفناريا نتاعنا. قاعد الفلفل، الفلفل هو أكثر حاجة تطيب في ساعة. كيف العادة الفلفل 3 أيام يطيب. انا قصيته هكا، فما شكون يقسم الفلفل على 2 هكا هاو. طبيعي باش نزيدو الماء. نريا ما حاتين غير فخل شوية زيت ونزيدها شوية ماء. نزيدها الماء وهكا الفريونت متاعنا حضرت خضراء حضرت. اللي يحب ينجم يزيد لفت يزيد فقوس يتملحوا بنفس الطريقة. إن شاء الله عجبتكم الرسالة. بسلامة.